السلام عليكم. انا عاوتاني رجعت لقناه فرنسا 24 اللي جابت مره اخرى هذاك مول الشمه او الكلام. لاحظوها غير فمو هذا الخسيس هذا فين ما كيهضر لا بدي يجيب المغرب. ايوا المهم جبد عاوتاني المغرب كالعاده وكعاده الفرقشيه الكرغوليين. هذا الصحفي هذا كيسولو على حاجه هو كيجاوب على حاجه واحده اخرى، او لربما الصحفي عارف النوايا ديال الخبث ديال هذا الضيف ديالو هذا تجاه المغرب وكيجرو غير بالفن. المهم الخبيث الكرغولي جاوب على بزاف ديال الحاجات، لكن انا اقتصرت فقط على اللي كيهم المغرب. من بعد هاد الشهاده غادي تسمعوا واحد الاذاعه الرسميه الجزائريه اشنو قالت في حق المغرب، يعني من خبت وكيفاش وصفوا الناس اللي مشاو للمسيره الخضراء. ونسات هاد الاذاعه هادي او اللي كيحكموا فيها نساو بان تقريبا اكثر من 50 دوله صديقه للمغرب انذاك مشاو في هذه المسيره، وحتى هما خداو حقهم من الشتم والسب. وما فرقت هذه الاذاعه هذه بين المغاربه وبين الضيوف وجمعت كل شيء وصفتهم بواحد وصف من اختصاص الكراغله الهمجيين الاميين. نبداو بقناه 24 وما فيها باس نسمعوا مقطع كيخص الجزائر. مرحبا بكل الترحيب، ابدا معك بهذا الخبر الذي وردنا منذ قليل. ثلاثه دبلوماسيين على الاقل اشاروا الى ان الجزائر ربما تعد قيودا تجاريه على فرنسا، والجزائر تنفي ذلك نفيا قاطعا. ما حقيقه هذا الامر؟ هو في الحقيقه ان بعض اللوبيات الموجوده في فرنسا وممكن حتى في مناطق اخرى بما فيها بعض حلفاء حتى في الجزائر يريدون ان يتكلموا باسم الجزائر في سواء شبكة التواصل الاجتماعي أو التيك توك إلى غير ذلك، وذلك لأغراض معروفة معينة هو إزادة ما يسمى تينو بلا في العلاقات الجزائرية الفرنسية. حسب معلوماتنا والدقيقة جدا إن الجزائر لم تفكر إطلاقا في هذا الموضوع ولم تعالجه ولم تطرحه، ودليل ذلك تصريح أو بيان الوزارة الأولى الجزائرية التي نفت نفيا قاطعا هذه الإشاعات وما يروج له البعض، خاصة السفير السابق الفرنسي السابق في الجزائر، وكذلك السلطات الفرنسية أو المؤسسات الدستورية الحكومية الفرنسية قد كذلك نفت علمها بهذه الإجراءات أو هذه النية ذاتها. ومن هذا يمكن القول بأن ما يشاع ومروج هي حملة مغرضة لإزادة توتر بين البلدين وربما حتى بين المجتمعين لخدمة أغراض أخرى وهي معروفة. طيب نرجع دابا لجواب هذا المعتو هذا على ذاك الاستعراض العسكري ديالهم وكيفاش جبد فيه المغرب، وقال لك بان المغرب غزا الجزائر في 63 حيت ما عندها لا سلاح لا والو، وهذا البهيمه هذا عرف بانه تيكذب لان ماشي المغرب اللي بدا الحرب ذاك الوقت مع الجزائر. المهم سمعوا البغلوش شنو كيقول. أن أغتنم فرصة وجودك معنا للحديث معك عن هذا الاستعراض العسكري الجزائري في الذكرى 70 لاندلاع حرب الاستقلال، كيف تابعته أنت؟ وأود منك تعليقا أيضا على من يقولون اليوم أن هذه الاستعراضات العسكرية تجاوزها الزمن. الجزائر دائما في حالة استعداد لحماية مجتمعها وحماية حدودها، وكذلك الأستاذ الكريم أنتم تعرفون العلاقات الجزائرية مع جيرانها بعد خاصة الجارة الغربية. من سنة 1963 الجزائر حصلت على استقلالها منذ بضعة أشهر، لم تكون حتى جيش ولم تكون حتى مؤسسات، وتعرضت لغزو الجارة المغربية وتكرر هذا كل شيء. إذن الجزائر تعلمت تلك الدروس وكانت دائما على استعداد انها تحمي طبعا المجتمع. ايوا كيقول المثل ولاد عبد الواحد واحد، وكل الكراغله يتشابهون ومعروفون بالكذب والبهتان وعدم الثقه وحتى عدم الاهليه في التسيير. سمعوا اش قال هذا تخينا من اللي قال لي الصحفي كيفاش ترد على اللي كيقولوا لا خطر يهدد امن الجزائر، وهنايا هذا الصحفي هذا كيقصد المغرب، وقال لي البلغوش ملي لاحظنا سمعت عقلوا على هذا لاحظنا ما بقاش كيتكلم بصفته محلل سياسي، وقال هذا الكلام لاحظنا باش تعرفوا بانه جزائري نيت ماشي كذبنا عليه. وقال واحد الكلام ما كاينش كاع سمعوه احسن.
ما ردك على من يقول أيضا أن لا خطر يهدد أمن الجزائر وسلامتها؟ في رأيكم لما لاحظنا في الجارة الغربية وزير لدولة أجنبية بمجرد تحالفه مع هذا النظام صرح بأنه جاء ليحمي ذلك النظام من الجزائر، وهذا يعتبر تهديد أم لا؟ ثانيا إن مالي عفوا لما تغير فيها النظام في لحظة قالوا اتهموا الجزائر بأنها تتحرش عليهم أو في حالة عداء، رغم أن الجزائر هي التي عملت كل ما في وسعها لإثبات أو إقرار اتفاقية أو الصلح بين النظام المالي وحركة أزواد، وهي التي عملت على أن يستتب الأمن في المنطقة. إذا الجزائر لما ترى بأن هذه الأنظمة غير مستقرة أو بلدان هذه أنظمة هذه البلدان غير مستقرة، حديث عن مالي، فما عليها إلا أن تتخذ احتياطاتها وتسلح نفسها. والشعب الجزائري كذلك أنه يحاسب هذا النظام، لابد أن يثبت له مدى قدرته على حمايته، وهذا الاستعراض العسكري هو من بين الطرق. احنا وصلنا لذلك الشيء اللي قالت شوافة، وصلنا لترامب. هذا البغلوش هذا ما زال كيتمنى قال لك باش ترامب يتراجع على اعتراف أمريكا بالصحراء المغربية. اسمع البغلوش. الجزائر عبد المجيد تبون يتطلع الآن لتعزيز علاقات الشراكة مع الولايات المتحدة بعد عودة الرئيس الأمريكي ترامب إلى البيت الأبيض. ما المتوقع بشأن هذه العلاقة الثنائية بين البلدين على ضوء ملف الصحراء الغربي والخلافات؟ أولا الجزائر في ملف الصحراء الغربي الكل يحاول أن يجعل منه حصان وطرواده، ويجعل من هذا الملف بأنه نقطة توتر مع العلاقات في المجتمع الدولي مع كل الدول، ويريدون أورا تعكير الجو مع الأنظمة خاصة هذه الكبرى. هم لما تكون عندهم علاقة وطيدة مع الولايات المتحدة فيستحسن ذلك، أما في الجزائر لما تكون عندها علاقات وطيدة أو تحاول أن تكون عندها علاقات وطيدة مع الولايات المتحدة وغيرها، فذلك يعتبر كأنه شيء سلبا، أو كأن الجزائر اعتدت على بعض الخطوط الحمراء تجاوزتها في لبعض الدول. وهذه الجزائر من حقها أن تكون عندها علاقات وطيدة مع ترامب، ولا سيما يبدو أن ترامب في حملته الانتخابية قد غير الاتجاه السياسي، وقد غير تقريبا ربما أنه قد راجع بعد مواقفه في العديد من القضايا الدولية، ونتمنى كذلك أن تكون عنده نظرة موضوعية للقضية في الصحراء الغربية. أيوة هنا يا إخواني المغاربة غادي تسمحوا لي، لأن وصلنا هنا للشتم الرسمي للمغرب ولشعب المغرب من طرف الجزائر ولضيوف المغرب كذلك الذين كانوا قد شاركوا في المسيرة الخضراء المظفرة الأولى. علاش قلت لكم هنا الأولى؟ لأن إن شاء الله كاينة مسيرة واحدة أخرى في اتجاه الصحراء الشرقية، وهذه المرة ماشي غادي ماشي يمشيوا لها الناس على رجليهم، احنا كنتسناوها. المهم غادي نخليكم تسمعوا شنو قالوا علينا هاد الكراغلة هادو المحسدين مسمومين، ونتمنى يسمعوها حتى خوانة الداخل التابعين لهم، وكما يسميهم البعض فينا هنايا البعض من القنوات المغربية كتسميهم بسفراء إيران. سمعوا إذن يا أصحاب خاوة. إلى أخبارنا الدولية التي نستهلها من الصحراء الغربية. 49 سنة والنظام المخزني يكذب أو يكذب على العالم بادعائه تحرير أرض الصحراء الغربية من احتلال أجنبي، وفي الذكرى المشؤومة لمسيرة الاحتلال يجدد الشعب الصحراوي العهد بتحرير أرضه من براثن نظام المخزني المحتل. إلهام عشير. 6 نوفمبر 1975، في مثل هذا التاريخ حبكت المؤامرة ضد الصحراء الغربية بمسرحية هزلية نصها أكذوبة وأكبر خديعة في التاريخ. جمع لها الحسن الثاني أنذاك كل المرتزقة والجياع، ما إن علم بوشك رحيل الاستعمار الإسباني تحت ضربات البوليساريو ليجتاح الأراضي الصحراوية الجريحة بقوافل من الجياع والحفاة والعملاء وبقايا الاستعمار الفرنسي، في طوابير قوامها 350,000 شخص أمعن في ذبح الصحراويين وتشريدهم وإتلاف مواردهم وقتل مواشيهم، في خرق سافر للمواثيق والقرارات الدولية.
أنا ما عندنا حقوق ما عندنا والو. نقولوا هم اللي أراهم اللي محرر هاي الأرض، أباتنا نحن وجدودنا نحن هون الشعب المغربي هو أن هذه المسيرة الخضراء اللي تحتفلوا بها في 6 نوفمبر أنها لم تدخل الصحراء الغربية. والله ما دخلت الصحراء الغربية، إنما توقفت عند حدود الصحراء الغربية عند منطقة الطاح التي تبعد شمال مدينة العيون 60 كيلومتر. ما دخلت دورة وما دخلت العيون ولا دخلت البلاية ولا بوجدور ولا الداخل ولا القويرة أبدا. وتم تنديدها ب3 قرارات من مجلس أمن الدولي أن هذه المسيرة غير شرعية. ذكرى الاجتياح يستحضر فيها الصحراويون جرائم الاحتلال المغربي التي تشكل وصمة عار على جبينه. استخدم خلالها المخزن قنابل النابالم والفوسفور المحرمين دوليا في أمدريغا، مقالة وتفاريتي بهدف إبادة الشعب الصحراوي. كما يستحضر الصحراويون صور القمع الذي لم يتوقف يوما حتى في وجود الأمم المتحدة وبعثتها المينورسو للاستفتاء في المنطقة. وتحمل هذه الذكرى الأليمة أسئلة عديدة. لماذا لم يجتاح المغرب إسبانيا لاستعادة سبتة ومليلية وليلة والجعفرية وغيرها من أراضيه التي يتمتع بها الإسبان في الوقت الذي يستعرض فيه عضلاته على الشعب الصحراوي الأعزل مستقويا بالكيان الصهيوني وحقول الحشيش؟ ونظام المخزن الذي يتفنن في قمع الحريات وكتم الأصوات الحرة يواجه يوميا احتجاجات رافضة للوضع العام المتردي في كل القطاعات كالاحتجاجات والإضرابات الحالية. يعني اش نقول لكم يا صاحب الإدارة الجزائرية او لحكام الجزائر بصفة خاصة والشعب الجزائري بصفة عامة، بما انكم صوبتوا هذا الروبورتاج هنا كيبان بان الامل عندكم في الصحراء مات، والامل عندكم باش توصلوا للمحيط الاطلسي مات. وكونكم ترجال كون واجهتوا المغرب ماشي تبقاو مخبيين مورا المرتزقة البوليزاريو يا عملاء المافيات، لأنكم دابا وليتوا حكم الجزائر كتعاملوا مع المافيات. وعادي نعود نذكركم بقضية هشام عبود.